بسم الله الرحمن الرحيم. هنبتدي النهاردة نتكلم على one of the pelvic floor dysfunction commonest اللي هي genital prolapse. قبل ما نبتدي نتكلم، المفروض ان احنا اتكلمنا قبل كده على stress urinary incontinence. ده واحد من pelvic floor dysfunction او weaknesses اللي بتحصل بالنسبة لي. عشان نبقى فاهمين يعني ايه genital prolapse، لازم نعرف الاناتومي بتاعت البلفك فلور. احنا عندنا، عارفين ان احنا عندنا ادي الجينيتال اورجنز اللي هو اليوترس، وعندنا الفاجينا، وفي عندنا سبورت بالنسبة ليهم هي عبارة عن البلفك فلور ماسل. طبعا احنا عارفين ان اليوترس هنا بيبقى انتير لي البلادر واليوريثرا، ولي بوستيرير بيبقى عبارة عن الريكتم. ماشي، ده البلفك فلور. عارفين ان احنا البلفك فلور ده بيكون من الليفيتور ايناي، والليفيتور ايناي ليها تلاتة بورشن اللي هو البيبوكوكسيجيس والإليوكوكسيجيس والإسكوكوكسيجيس. ماشي، دول بيكونوا البارتس بتاعت الليفيتور ايناي مصر. عشان نيجي نتكلم، المفروض ان احنا قبل ما نبتدي نتكلم على جينيتال كولابس لازم نبقى عارفين ان الفونشن بتاعت الليفيتور ايناي مصر ان هي بتعمل سبورت فانكشن، فبتعمل سبورت لكل الابدومينال بلفك اورجنز، وبالتبعيه بتعمل لي ريزيستنس للانكريز ان الابدومينال بريشر، بتعمل اليفيشن للبلفك فلور ماسكليتشر اورجان. تاني حاجه من الفانكشن بتاعتها هي سفنكتريك اكشن، يعني بتعمل لي ايه؟ بتعمل لي سفنكتر، بتعمل كونتراكشن وريلاكسيشن بالنسبه لبعض السفنكتر زي ايه؟ زي البلادر اللي هي اليوريثرا، بالتأكيد اليوريثرا الأورفيس والفاجينا والريكتال أوبنينج. التلاتة أوبنينج دول هي بتبقى سفنكتريك عليهم. من أهم الفانكشن بتاعتها في أثناء الليبر هي بتعمل قطر لايك أكشن اللي هي الانترنال روتيشن بتاعة الهيد أوف ذا فيتس دورينج السكند ستيج، عشان عملية الباسج بتاعة الفيتس. أي أفكشن بيحصل بالنسبة ليا في البلفك فلور بيرزلت in pelvic floor dysfunction. هل هو بس؟ لا، في other factors زي بعض الهرمونالز، زي اما بيحصل decreasing في الهرمونز بالذات في المينيبوز، فبيبقى عندنا الليابيلتي للليجمنت ان هي تبقى لاكستي. لو عندي في بيرس تروما، في بعض الانجري بتاثر فبتديني ويكنس، فبتؤدي لي الى pelvic floor dysfunction. هنبتدي نتكلم على الجينيتال بورلابس. الجينيتال بورلابس ده one of the commonest problems facing الفيميل، وده هو عبارة عن ايه؟ لو احنا عايزين نعرفه، هو عبارة عن descent of one or more of the genital organs. genital organs بتوع الناس بيحسبهم هم عبارة عن ايه؟ عندي اليوترس، وعندي البلادر واليوريثرا، وعندي الريكتم، وعندي الدوكلاس باوش او اللي هو small intestine، جزء من small intestine. هينزل فين هذه الorgans دي؟ واحد منهم، واحد او اكتر من هذا من الاورجن، هينزل through الفيشيو ماسكولار بلفك فلور اللي هي عبارة عن البلفك فلور لاين او البلفك فلور استراكشن. هينزلوا فين؟ through below normal level. النورمال ليفل عند الاسكل سباين. خلاص، يبقى تاني بنقول عندنا جينيتال بورلابس بنعرفه هو عبارة عن descent of one or more organ of the genital organs اللي هي عبارة عن عندي اليوترس، وعندي الريكتوم، وعندي الدوكلاس باوش، وعندي اليوريثرا والبرادر. through ايه؟ الفاشيو ماسكولار بلفك فلور below normal level اللي هو عند الليفل بتاع الاسكل سباين. طب هل في عندنا انواع من البورلابس؟ ايوه، في عندنا نوعين. في عندنا يتراين بورلابس يعني بيكونسرن اليوترس، وفي عندنا فاجينال وول بورلابس. نبتدي نبص على كل واحدة منهم هم عبارة عن ايه. انواع الفاجينال وول برولابس، احنا خدنا زمان في الاناتومي احنا عندنا الفاجينا، ادي الفاجينا اهي، ليها انتيريور وول، ليها بوستيريور وول، وخدنا زمان الانتيريور وول شورتر عن البوستيريور وول، وقلنا عندنا زمان برضو في الاناتومي كنا بنقول الانتيريور وول ريليتد استراكشر ليه، في عندنا البلادر في الابر وان ثيرد، في الأبر سيرت أو الأبر بارت بتاعها، وفي اللور بارت بتاع الأنتيرو فاجينال وول اليوريثرا.
وعندي بالنسبة ليا البوستيرو فاجينال وول عندي ريليتد ليها الريكتم والانتستين. طب نبص كده، بنقول عندنا الانتيرو فاجينال وول في عندنا ليه كذا نوع. فبنقول عندنا لو الابر بارت ده من الفاجينا الجزء ده اللي هو ريليتد ليه مين؟ البلادر، البيز اوف ذا بلادر. لو حصل ديسنت للابر بارت اوف ذا فاجينا مع البلادر هنسميه سيستو سيل. سيستو سيست اليوريسا بيتقال عليها سيست، فسيستو سيل يعني معناها descent of the upper part of the vagina of the anterior wall of the vagina مع البلادر. طب لو حصل descent لليوريسرا بقى اللي هو الجزء ده هيبقى lower part بتاع الفاجينا مع lower part of the anterior wall of the vagina مع اليوريسرا، بيتقال عليه يوريسرو سيل. طب لو انا عندي البورلابس بالنسبه ليا خد البلادر وخد اليوريسرا فبيتقال عليها سيستو يوريسري، يعني الانتيرو فاجينال وول كله مع البلادر ماشي ومع اليوريسرا فبيتقال عليها سيستو يوريسري. يبقى عندنا تاني الفاجينال وول بنقسمه لنوعين، انتيرو فاجينال وبوستيرو فاجينال. الانتيرو فاجينال هو ريليتد للانتيرو فاجينا، بنقول عندنا الابر بارت اوف ذا فاجينا مع البلادر بيتقال عليه سيستو سيل. خلاص لو عندي اللور بارت ده مع اليوريسرا هيتقال عليه يوريسرو سيل. لو عندي البلادر مع اليوريسرا مع الانتيرو فاجينا وول كله ديسنت بيتقال عليه سيستو يوريسرو سيل. طب البوستيرو فاجينا وول هيحصل في ايه؟ البوستيرو فاجينال وول بنقول عندنا ادي الفاجينا، ادي البوستيرو فاجينال وول اهو. خلاص ادي الفاجينا اهي ماشي، وادي البوستيرو فاجينال وول. بنقول عندنا لو انا عندي الانتيريو وول بتاع الريكتم ده، الريكتم لو حصل له بورلابس هو ريليتد فين الريكتم؟ اهو ماشي، ودي عندي ادي الفاجينا اهي، الجزء بتاع الفاجينا ده اللي هو يعتبر اللور ثيرد بتاع الفاجينا اللور بارت اوف ذا فاجينا خلاص، او الميدل ثيرد. خلاص لو الميدل ثيرد بتاع الفاجينا البوستيرو فاجينال وول حصل له برلابس مع الريكتم بيتقال عليه وات وي كول ريكتو سيل، اللي هو زي ما هنشوفه هنا في الصوره دي. ادي عندنا ادي الريكتم اهو نازل مع الميدل ثيرد اوف ذا بوستيرو فاجينال وول. خلاص طب عندي لو انا نزل معايا كمان الانتستين اللي هي السمول انتستين دي او بنقول عليها الدوغلاس باوش، فبنقول عندنا بيتقال عندنا لو حصل عندي بورلابس للابر فاجينا اللي هي ابر بوستيرور وول اوف ذا فاجينا مع الابر ثيرد اوف ذا فاجينا مع السمول انتستين اللي هي بنقول عليها لوبس اوف بريتونيوم of the Douglas pouch ماشي، نزلوا الاثنين مع بعض بيتقال عليها انترو سيل. انترو سيل يبقى عندنا نوعين من الفاجينال وول، في عندنا انتير وبستير. الانتيرور في عندنا نوعين، في سيستو سيل يبقى عندي الابر بارت اوف ذا انتير فاجينال وول مع البلادر هيدينا اسمه ايه؟ سيستو سيل. طب lower third of the anterior lower part of the anterior vaginal wall مع اليوريسرا يوريسرو سيل. لو نزل عندي الانتيرو فاجينال وول كله وخد معاه دراجنج للبلادر واليوريسرا اسمه سيستو يوريسرو سيل. طب البوستيرو فاجينال وول، البوستيرو فاجينال وول لو عندي الانتيرو وول اوف ذا ريكتم اللي هي الجزء التحتاني ده مع الميدل ثيرد اوف ذا بوستيرو فاجينال وول نزله بيتسمى ريكتوسيل. طب لو خد عندي جزء من الدوغلاس باوش مع الابر ثيرد اوف ذا بوستيرو فاجينال وول وخد معاه الجزء بتاع الدوغلاس باوش او السمول انتستين ده ونزل فبيتقال عليه انترو سيل. يبقى دي نوعين بتوع الفاجينال وول. احنا كنا بنقول ان عندنا انواع البورلابس في فاجينال وول بورلابس وفي عندنا يوتراين بورلابس. اليوتراين بورلابس
برضو نوعين، لو اليوترس هو اللي ديسند في الأول وفولود باي بادز فاشينا يبيتقال عليه يوترو فاشينال بورلابس، وده غالبا بيحصل في حالات الفيرجينال أو نالي بارد، وده نتيجة كونجينيتال ويكنس بالنسبة للسيرفايكال لاجن. طب في عندنا نوع تاني؟ في عندنا الفاجينو يوتراين بورلابس، ان الفاجينا هي اللي بتنزل وبتبقى فولود باي زي يوترس، وده غالبا بيحصل في حالات ما يبقى في عندي اوبستاتريكال تروما، حصل انجري اثناء الدليفري فالفاجينا بدات يحصل لها بورلابسنج بتسحب وراها اليوترس يبتدي يبقى انفرتد عليها. خلاص يبقى ده عندنا، يبقى احنا قلنا عندنا في نوعين من البورلابس، فاجينال بورلابس وفي عندنا يوتراين بورلابس. طب درجات البورلابس ايه؟ عندنا درجات اليوتراين بورلابس لثلاثة ديجريس. احنا قلنا عندنا الليفل بتاع السيرفكس بتاع اليوترس عند الليفل بتاع الاسكال سباي. طب اي ديسنت بلو هذا الليفل بيعتبر بورلابس. فقالوا عندنا ان عندنا الفيرست ديجري، الفيرست ديجري بنلاحظ ايه؟ السيرفكس بدأ ينزل بره تحت النورمال ليفل، بس ما خرجش بره الفاجينا، بره الفالفا. ماشي؟ يبقى بس مهم قوي لازم اقول حاجه، ان كل الكلام ده لازم يتم فين؟ اونست تريننج، يعني الست لازم تحزق جامد عشان ابتدي اشوف البروتروجن او اشوف الديسند بتاع السيرفكس. يبقى عندنا هو عباره عن ديسند اوف ذا سيرفكس بيلو اتس نورمال ليفل اللي هو عند الاسكال سباين. ماشي؟ امتى؟ اونست تريننج، بات دازنت برودروت. منين؟ من الفالفا. طيب سكند ديجري بنقول عندنا برضو اونست تريننج، السيرفكس نزل بلو اتس نورمال ليفل وبدا يحصل له ايه لغايه خرج بره الفالفا، خرج بره الفالفا او خرج بره الانترويتس بتاعتنا بتاع الفالفا. طب يبقى ده سكند ديجري. تالت ديجري او تالت درجه اللي هو بيتقال عليه اسمها كومبليت بروستيشن، وان هو كل اليوترس خرج بره الفالفا اونست تريننج برضه. بنقول عندنا اليوترس كومبليتلي خرج بروترودد from the vulva، كل اليوترس بقى بره، ادي الفالفا رينج هنا خلاص هو خرج بره خالص بره. ماشي؟ وغالبا بنلاقي الفاجينال وول انفيرتد هتبقى على اليوترس بره. خلاص؟ وده الثيرد ديجري اوف يوتراين بورلابس وبرده اون سبيننج. خلاص؟ في بعض احيان ممكن مش لازم اون سبيننج، ده هو خلاص كومبليتلي بره ومش بيرجع تاني. خلاص نراجع تاني، يبقى عندنا البورلابس، في عندنا فاجينال وول بورلابس، في عندنا يوتراين بورلابس، في عندنا الفاجينال وول، في بنقسمه الانتير فاجينال وول وفي عندنا بوستير فاجينال وول. لو خدنا الابر بارت اوف ذا هيتقال عليه اسمه ايه؟ سيستو سيل. اللور انتير فاجينال وول مع اليوريثرا اسمه يوريثرو سيل. الانتير فاجينال وول كله وخد معاه البلادر وخد يوريثرا اسمه سيستو يوريثرو سيل. طب تاني حاجة تانية برضه في الفاجينال وول، البوستيرو فاجينال وول، لو عندي الابر ثيرد اوف ذا بوستيرو فاجينال وول معاه الدوغلاس باوش اللي هي جزء لوب اوف بريتونيوم من والسمول انتستين وخرج ونزل فبيتقال عليه انتروسيل. طب اللور ثيرد اوف ذا انت اوف ذا بوستيرور فاجينال وول مع الريكتم حصل له ديسن اسمه ريكتوسيل. في عندنا نوعين من اليوتراين بورلابس، ان عندي اليوترس يوترو فاجينال، يعني اليوترس ينزل الاول وراه الفاجينا. في نوع تاني فاجينو يوتراين بورلابس، الفاجينا اللي هتنزل الاول وبعد كده اليوترس.
قلنا عندنا فيه 3 ديجريز من اليوتراين بورلابس، كلهم قبل ما اقول الديجري لازم اقول اونست تريننج. اول واحد الديجري الاولانيه ان السيرفكس بيلو اتس نورمال ليفل لكن ما بيخرجش بره الفالفا. تاني ديجري ان هو برضو بيلو اتس نورمال ليفل بس بروترودد من الفالفا السيرفكس. الثيرد ديجري الهول يوترس خرج بره الفالفا وغالبا بيبقى فولد بالفاجينال وول، هتبقى انفيرتد اوفريت. طب احنا لينا رول في الحالات دي؟ الفيرست ديجري والسكند ديجري الرول بتاعنا فيزيوثيرابي ميلي. الثيرد ديجري سيرجيكال وهتعمل انت ريهابليتيشن بري اند بوست اوبريتيف. يبقى عندنا الفيرست ديجري والسكند ديجري بنقول عندنا الفيزيوثيرابي ليهم رول وبيبقى كيوراتيف بالنسبه لي. الثيرد ديجري دول ليهم سيرجيكال انترفيرنس، والسيرجيكال انترفيرنس انت بتعمل ريهابليتيشن بري اند بوست اوبريتيف. طب نبص كده على البروجرام بتاعنا. البروجرام بتاعنا زي ما شرحناه في حالات الستريس يورينري انكونتيننس هو نفس البروجرام بتاعنا، هو نفس البروجرام اللي هنستخدمه في جينيتال بورلابس، بس هنخلي بالنا في حاجة واحدة. احنا كنا بنقول في حالات الثيرد ديجري اوف يوتراين بورلابس احنا لينا رول بري اوبريتيف وبوس اوبريتيف، فخلي بالنا مهمة قوي. اعمل دايرة كده كبيرة قوي واكتب معايا ان في حالات البري اوبريتيف كيس اللي عندهم كومبليت بروسيدنشيا وانا هعمل بري اوبريتيف تريننج او اديوكيشن او تريننج، اما باجي اعمل ابلكيشن للبلفيك فلور اكسرسايزز بخلي بالي من حاجتين: الحاله دي معمول لها باكينج ولا مش معمول لها. يعني ايه؟ يعني الاريا يعني اليوترس متدخل، دخله الدكتور بتاع النساء جوه الفاجينا وعمل حشو بقطن او بشاش بدراسنج عشان يثبته جوه لغايه ما تعمل العمليه، ولا اليوترس كومبليتلي اوتسايد. لو هو عامل باكينج حضرتك هتعمل اكسرسايز البلفيك فلور تريننج او الاديوكيشن بتاع في البري اوبريتيف عشان اللي انت هتستخدمه بوست اوبريتيف هتعمله من الكروك لاين بوزيشن العادي او من السوباين لانج بوزيشن. خلاص. طب لو هي مش معمول لها باكينج بحط بشتغل من هاي كروك لاين، بحط بيلوز اندر ذا بلفس وبعرف على البلفس عشان احاول اخلي ان اليوتر يدخل جوه الفاجين عشان اقدر اعمل التريننج للفيترينوي. يبقى دي حته مهمه قوي في التريننج بتاعنا. نراجع يا جماعه الثلاث انكونتيننس، هنلاقي المانجمنت بتاعنا احنا شرحينه فيه كاملا هو نفس البروجرام اللي احنا عاملينه في الستريس، هو ده نفس البروجرام اللي هيستخدمه في حالات الجينيتال بورلابس. الفرق الوحيد اللي هي الحته بتاعت الجزء بتاع البري اوبريتيف ريهابليتيشن، لو في باكينج او ما فيش باكينج اثناء الابلكيشن بتاعت البلفيك فلور اكسرسايز. شكرا. مع أطيب أمنياتي بالتوفيق، أمل يوسف.